أهلا وسهلا، وبشكركم كل اللي تساعدونا فيهم. يعني مش مريم عم تحط هالكتب وهيك، حلوة كتير. ليس المهم ما تملك، المهم كيف تستمتع به. مش المهم يكون عندنا كتاب، الكتاب خير جليس، أكثر منه ما في كتب، بس هو نعم عايشه. مش كتاب هيك للمنظر، بدي الاختبار سبع التعبير. هذا كتاب 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 هذا كتاب كتير روعة، حطها فيها بشكل إنه يعني ما بعرف، يمكن ما حدا حطها بالطريقة هاي، أو لا يعني رايح حكى بهاي الشغلات. إيه نرسيسة. بس شوف هذا كيف حطها، بقول لك malignant self love، بحكي narcissism revisited، إنه بده يرجع يشوف النرجسية، narcissism بده يرجع يشوفها من جهة مختلفة. الشخصية النرجسية هي شو المفروض؟ نارسيسيزم شو؟ إنه مغرور جدا، بحب نفسه، ما بيهتم بالأشخاص التانيين، ما بيشوف غيره كذا، هيك هو فوق والباقيين كلياتهم تحت. بنعرف السمات هاي، إنه بنعرفها من زمان، بس هذا شو راح شاف؟ راح فرجي هاي. هيدا إنه الحبيب قاله إذا ما بتحب نفسك ما حبيت حدا، بس إذا بس بدك تحب نفسك أنت قاعد بالإيجو بالاستكبار. هلا من هذا عرف نفسه عرف العالم، عرف ربه. حط بهالكتاب، يعني هو عم بيحكي عن شيء ثاني، لكن بهالكتاب شخصية العرب موجودة ولا مشوف؟ ما عشان هيك أنا ليش حبيت الموضوع؟ النرسيسي اللي بحب حاله بس، أنا وبس، وده يدرى وخس. عنده فيديوز موجودة على يوتيوب، عنده كذا، زلمة عادي هو، لكن شاطر كتير، قدر يلقط هالسر. هلا بتشوف قديش مهم. أوكي، malignant self love، أنا أحب نفسي لكن malignant فيها مشكلة. عم يحكي عن شو؟ عم يحكي عن شو قاعد؟ عم يحكي مش عن حب النفس اللي هو المغرور واللي شايف حاله يلي بيلبس لبس حلو ودائما مغرور وخيلاء ومش عارف شو هيك، لا، عم يحكي عن شخصية يلي مثل شخصية الشيوخ يلي عندهم جنون عظمة. سامحونا إيه؟ للأسف صارت عبارة عن شخصية كمان شو بدهم يعملوها بالاركيتايبس بالتارو، كمان شو بحطوها الشيخ، والله لا تصير هيك. المهم الشخصية يلي بكون عنده حب النفس بشكل خرافي، وبنفس الوقت أمام الناس هو متذلل ومتواضع ومش عارف شو وكذا وكذا، عم يعمل ريفيزيت، عم يعمل تفصيص لهاي الشخصية. شوف مالك بأول الكتاب، بس هو حاطط حل وحاطط تفسير. هالرجال الدين أو اللي بدكم تسموه، منين هالكعك من هالعجين؟ نحن السبب، كلنا مسؤولين. السائل هو المسؤول، وإذا صدق السائل هلك المسؤول. ساعتنا هلكنا بكون بالجنة مش بجهنم. ايه، ونشوف إذا في حدا، نشوف مين في حوالينا هلا، بنشوف بتنطبق هاي النقاط عليه. في نقاط في البداية كلنا بدنا نستكبر ونلبس مجوهراتنا ونحط هيك، والعصاية الذهبية والكرسي الذهبي والسيارة بالألماز وكل هاي، لأن الناس ما بتحترمني إلا إذا كانت مظاهري قوية. ما حدا بيشوف الظاهر. انتبهوا اذا هاي الشغلات بتنطبق على شخصيه العرب. طيب، feels grandiose وself important، اول شيء بيشوف حاله انه هو عظيم جدا، معظم معظم وعظيم جدا، بيشوف حاله انه هو يعني انه كثير، انه هو على حق وعلى نعم. كذا وهيك، لكن من جانب التواضع والتذلل، بالضبط مثل هو هون عم بفصل بالضبط هاي الشخصيه، بالضبط مثل الاشخاص يلي بكون مثلا، كيف هلا بنشوف بعض الاشخاص المدعين الاسلام يلي بكون انه احنا صح وبحبوا بعض والاخوه في الله ويعبطوا بعض واخي في الله مش عارف شو، لكن هالطائفه كفار، بصير بده يقتلهم ويجاهدهم ومش عارف شو كذا. بدي اقتلك لاني بحب هيك، انه الموت في سبيل الحب. انه عنده التعظيم انه احنا صح، هو بفكر عم يخدع نفسه انه انا مؤمن والايمان والاسلام ومطبق للقران، طبعا هو عم بيكون عم بفسر على مزاجه وبحرم وبحلل زي ما بده، بس بكون انه انا مؤمن بهذا القران، هو انه هو عظيم، وبالتالي هالاشخاص اللي قدامه هم اللي على خطا، يا بيهديهم يا بده يهاجمهم انه كيف انتم على خطا وماشيين لستم مع الله، بس من وين بجيبها الله اعلم. فانه هاي هي الجرانديوس، التعظيم للنفس، لكن من جانب انك انت بتعظم نفسك من خلال انتمائك لطائفة معينة، بسبب انه انت ما عندك كيان شخصي. بجاي من الطفل لعمر 5 سنين، قالت الكنيسة وقتها في مرحلة المراحل، قالوا اعطونا اطفال لعمر 5 سنين ستمتلكه الكنيسة الى الابد. نفس الشيء بالاسلام، باليهودية، شو ما كان. طفل لحد 5 سنين
بيستقبل معلومات فقط من أمه وبيه ومن الخوري والإستاذ والراب والشيخة ومن عبدونا وبيقولوا لنا إذا هيك للأبد تتعذبوا إذا ما كنتوا هيك عذاب أبدي جهنم أبدية تمتلكوا الكنيسة للأبد. ليش؟ لأنه من عمر لعمر 5 سنين تقريبا بيكون الطفل هلا بتعرف في عنا بالدماغ في عنا البيتا ويفز الألفا ويفز الثيتا الدلتا شو ما كان إنه بتكون سريعة اللي هي اللي بكون أنا كثير متوتر وبتقل بكون بالمديتيشن مثل الألفا أقل من هيك بتصير بالثيتا أقل شيء بيصير بالدلتا الدلتا طبعا صعب كتير إنه حدا فينا يعملها إلا إذا كان نايم لأنه كتير هلا عقلنا بيشتغل بشكل سريع لكن وين النقطة؟ إنه الأطفال لحد عمر 5 سنين تقريبا مخهم لا تلقائيا في حالة الدلتا يعني مخهم كتير حركته بطيئة وبالتالي هو السبب الأطفال بالعلم وهم صغار بيتعلموا كالنقش في الحجر بيتعلم لغات بقول لك لعمر 3 سنين لعمر 5 سنين بإمكانه الطفل يتعلم 4-5 لغات وتلقائيا بتكون من عنده ولا مش زي مثل الكبير بتكون اللهجة متغيرة أو اللكنة مش صح أو هيك بتطلع منه من جوا لأنه في حالة الدلتا الطفل لعمر 5 سنين مثل الداونلود على الإنترنت أي شيء بيسمعه بيخزنه أي شيء بيسمعه بيخزنه لهالسبب بتبرمج وبعد هيك خلص تنطبق على حياته طول عمره طبعا الهوية تبعه مسلم سني شيعي كاثوليكي بروتستانتي تك 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 بالضبط نرجع لهي النقطة هلا فيل جرانديوس بيشوف حاله معظم كثير بيعظم نفسه من خلال انتمائه لطائفة معينة لأنه عنده ما عنده وجود لشخصية لا لا بده ينتمي هو تربى إلى حشود وأعداد وهو من وهو أتباع صغير نحن وهو صغير أطفال العرب بيتربوا على أساس يا ولد تعالوا يا ولد روح ما في له أي احترام الأجانب الطفل اللي بيكون عمره 50 بيقولوا what do you want sir بيعتبروه كأنه مثل بنتله مثل الكبير ما بيعملوه على أساس إنه صغير وهي فرقت معهم اجتماعيا طبعا إنه عندهم علم وتقدم يعني بسبب هالشغلة بسيطة مثل هيك وجود الاحترام للأشخاص كلهم فبسبب عدم وجود احترام لإله بسبب عدم وجود شخصية صفة بده بيحتاج للتعظيم كتير من خلال انتباهه لطائفة ويلي بينتمي لطائفة بيعظم نفسه من هاي الجهة بالنهاية بالتالي باقي الناس كلهم يا إما بده يهديهم أو كفار بصير هو مسؤول عنهم لازم يهدي هدول الناس مش إنه عندهم حريتهم الشخصية لا إذا أنا سني وإنت شيعي بتصير إنت بيطلع له يهاجمه ويقتله ويعمل فيه زي ما عم يصير مع إنه اليهود جار اليهودي اللي كان عم يرمي عليه زبالة إنه عامله أحسن معاملة واحترمه نشوف إذا بنرضى نكون في أسفل السافلين بالنار إحنا حرين لكن ما نكذب على حالنا أوكي is obsessed with fantasies زي الماني والكذا والشغلات هاي كلها المظاهر بيكون شيخ مظهور فيها الشهرة والبهرة رغوة صابونة بيكون شيخ ومتواضع ومش عارف شو كذا هيك لكن مخه وين مخه وين بالبطن وتحت البطن وبالكرش بالجايبة وحد الجايبة بالكذا وبالهاي الشغلات وبيكذبوا على نفسهم بيكون بالظاهر إشي وبالباطن هذا اهتمامه وإحنا شايفين شو عم بيصير اوكي مش كل الناس طبعا نادرين لكن الكويسين نادرين وللاسف لهلا ان الكرامه قليل وبامه العرب شبه مفقودين بين بتحدى اذا بلاقي رجل دين مسلم مسيحي نتحاور مع بعضنا ثلاثتنا بين التوحيد بالعلم بين الشيوخ لهلا ما بعرف لمين ممكن الواحد يسمع للاسف من الناس يلي على اساس بالعرب ما في علي كيالي ممكن من الناس يلي الواحد يعني لهلا ما بعرف يعني. وين هو علي الكيالي التلفزيون لك كان في امل في كم من واحد لكن بيعصبوا وبيصيحوا انه مريم نور وبيخافوا منه بدهم يقتلوها وبياكلوا لحم قد ضعاف انتوا اسرائيل منا قويه نحن ضعاف اوكي اوكي هون بشوفوا حالهم انه خلص انه انا يعني بيرفعوا نفسهم على غيرهم يعني هو مش مشكله عندك الصفات بطريقته الخاصه معروفه صار بيرفعوا نفسهم على غيرهم انه انا الشيخ وبدك تحترمني لاني انا الشيخ وطبعا هو داخليا بكون اذا حدا مر من قدامه بدون السلام عليكم يا شيخ من جوا بيعصب ليش لانه هو بشوف انه تلقائيا لازم تحترمني طبعا هاي كلها بكون بناها لا شعوريا من خلال هاي الشغله يا اخي المسيح قال ما تاخذوا كتاب معكم كونوا حافيين وروحوا اثنين اثنين من سمائهم تعرفونهم من وجه ما بتقولها شجرة تفاح مبينة انها شجرة تفاح بس انا عم بحكي على اساس بس بدي اشوف هذا الشخص كيف قدر يجيبها عندهم الايديولايزيشن دائما ايديولايزيشن اللي هو في شخص انه هو هذا الكامل المثال هذا اللي بيهتفوا له وهذا اللي دائما موجوده دائما اصحاب الحشود دائما بكون في شخص هو الايدول تاعهم طبعا سواء كانوا حتى ما تفكروش تغلطوش يعني حتى بالاسلام مثلا بالاسلام الطريقه يلي صلى الله عليه وسلم الطريقه يلي بننظر فيها للرسول ما بننظر له كانه انسان عبس وتولى بالقران موجوده حبيب. لكن
لا انسان انسان لكن اخلاقه فوق كل شيء، يعني شيء مش معقول هالسمات يلي هالنور يلي موجود عنده، يعني لدرجه انه بالطائف لما رموا عليه قال لهم يا دمي ما تغضب على الارض عشان تطلع زرع. مثل هيك ما في. قال له بس زرعوا إنسان. اخوتي وما طلع لهم زرع ما تخلي دمي يغضب على الارض، هو اخوته اللي عم بيضربوه. بس انسان هو انسان، يعني جل من لا يسهو. يعني هون بكون في عندهم الايديالايزيشن، يعني بيختاروا شخص بيختاروا شيء بيصير هو الرمز للكمال، سواء كان الرسول او او رئيس الطائفه او الشيخ الاكبر عندهم او شو ما كان بيصير هو الرمز. وهي ايش هي؟ عباره عن شو؟ لا شعوريا بالنارسيسيزم يلي عم بيصير سيلف مالجنت، يلي هي برضو عباره عن تعظيم النفس من خلال انتماء لشخص معين. نعم. بتقول لهم يا عم الرسول كان انسان. لا 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 بس كان كامل، كان كامل يا عم، لحظة كان انسان وافهم، لانه اذا انت ما فهمت انه كان انسان ما في كامل، هاي هنا التكامل عم نكبر، النهر عم ينهر. حجه هي، لانه اذا انا وضعت في راسي انه هو كان كامل معناته انا مستحيل اكون مثله. طب ما هو شو بده منك غير تقتدي فيه؟ بده اياك تكون مثله وهو انسان، وكون انت اعمل مثل ما عمل. لكن مجرد ما عملت هاي فصلت. يا محمد قال لهم اللي حبوني وما شافوني انتم شفتوني، فصلت فورا، بعمل فصل، بصير انه هو كامل، بصير هو كامل وانا لا يمكن ان اكون مثله، لا يمكن ان اكون مثله. وايديولايزيشن، بعظم نفسي لانتمائي فيه، وبالتالي طبعا اذا بعظم نفسي لانتمائي لشخص معين هذا يعني انه كل الاشخاص الثانيين عباره عن عاطلين. المسيحي عاطل، واليهودي عاطل، والبوذي عاطل، البوذي يمه، البوذي يا ويلي، يعني انه هذا انسى بعبد مش عارف شو. فانه هاي كمان سمه من السمات، فيلز انتايتلد انه يطلب من الناس انهم يردوا عليه، عنده الاحقيه انه يمشي في الشارع. هو راعي ونحن اتباع، انا من اتباعي، تعودنا على تابعونا من الاتباع، عنده احقيه. طبعا هذا كله بيطلع من نفس المرض النفسي يلي عم نحكي عنه، اقراوا الكتاب يلي بحب. عنده الاحقيه يمشي في الشارع او في البيت او وين ما كان، يلي مثلا هاي مش رابسه على راسها البسي الحجاب لعنك الله، مش عارف شو هذا كذا اعمل كذا اعانك الله على الضلال اللي انت موجود فيه. عنده الاحقيه يحكي لغيره بالطريقه هاي، وبتحججه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. في شاب بعرفه مسيحي كان بيشتغل بالسعوديه، واقف اجى واحد خبطه بالعصايه بقول له روح على الصلاه، بقول له انا مسيحي، خبطه بالعصايه مره ثانيه روح على الصلاه. يعني وين الاحترام؟ الرسول هيك عمل؟ عندهم هو من جوا بكون حاسس نفسه انه هو بيعملها لله، نفس اللي بفكر حاله عم بقتل اخوانه المسلمين، هذا لله اخوانه سواء مسيحي او يهودي وشو ما كان. وين الاحترام؟ وين الاخلاق؟ وين راحت؟ فهذا برضه جزء من نفس الشخصيه. اكسبلويتيف، بيستغل الناس اللي حواليه بطريقه مباشره وغير مباشره، يعني بكون الشيخ هذا لانه بده شغله معينه، ساعدونا بالصدقات، مش عارف شو اعملوا. إيه انا زكيت، انت شو عملت؟ كلنا زكينا بالصلاه ومدري شو هيدي كلها، وين عم تروح الصدقات والزكاه؟ الغنى استحي لكم شو عملتوا برمضان، ان كان لبيت الله او لمريم نور. خلاص ما في شيء عندي، ما في، ما في. كل واحد بيعتمد على نفسه، تجوا بتدفعوا السلف يعتمد على نفسه. هون كل واحد بيشتغل فينا، كل واحد الحمد لله هذا صدقه لله بنعمله، بس حتى انه devoid of empathy، ما عنده قابليه الشخصيه هاي انه يحس بالالم يلي موجود عند غيره، ما عندهم قابليه، بيشوفوا نفسهم بس مثل الضحيه، انه انا دائما منيح وكذا وهيك وهيك هيك، لكن اذا غيرهم اذى غيره متضايق ما بيقدر يشوف، ما بيقدر، مش معاطفه، مش تعاطف، empathy. العاطفه السمباثي غلط، شفقه وهيك انه هي مهمه كثير. السمباثي غلط، الامباثي مهمه جدا. سمباثي اني انا اتعاطف، لانه اذا بتتعاطف مع واحد عاطفه بتخليه ضحيه طول عمره، ما عمره بيوقف على رجليه وبيقوى. امباثي معناته انه تحس بألمه وتحاول تساعده بالطريقه المناسبه. فهدول الاشخاص ما بيقدر يشوفوا، ما بيشوف انه هو عم يأذي هالطفل لما يربيه تربيه غلط، لما يشوه له الجمال يلي موجود في الطبيعه، المراه لما يعمل فيها هيك، لما يلبسها اسود، لما يحرمها من كذا، لما كذا، للاسف بحطوها في الدين والتفسير كلياته شايفين شو هو، ما بيشوف انه هالشخص اللي قدامه عم يتعذب، ما عنده القابليه، كله هذا نابع من نفس المالجنت سيلف لاف. هذا انفيوس، هاي من اهم النقاط اللي موجوده فيهم، ما بيقدر يشوف حد من اللي موجودين حواليه مرتاح نفسيا او ناجح او سعيد، بيحسده، بيحسده، ما عندهم قابليه. اذا كان في حدا واقع ويا حرام انه ماذي كثير في الحياه، شماته بيجي هيك وبتلاقيهم مبسوطين، لا انه اعانك الله ومش عارف شو كذا وهيك. اذا كان ناجح بصير يحكوا عليه، بس هذا العمل فيه والعياذ بالله فيه تعامل في الربا، حتى لو ما كان في ربا، حتى لو ما كان فيه كذا، لكن ما عندهم القابليه انهم يحسوا مع الشخص الثاني او انه ينبسطوا بنجاح الشخص اللي امامهم. لا شعوريا بيطلعوا الحجه وبقنعوا نفسهم فيها على اساس انه
على اساس انه لا هو عاطل، هو مش منيح، مش انه ناجح او اشتغل او عمل شيء مهم في حياته، لا 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 هو مش منيح. كبهم كلهم كافر. استفتي قلبك ولو افتوك، وما يكون وسيط بينك وبين الله انت نفسك. كلمة يشاء هي جسر بين الانسان والله. لا بدي شيخ ولا خوري ولا وسيط ولا كتاب ابدا، ولا بصوم ولا بصلي. قال له ما بقطع صوم تصوم، ما بقطع صلاة. انا فاتحة حسابي سوبر ماركت من ملايين سنين، ما بتبع حدا وما بسأل حدا. خلص هو كلهم ما بدي اياهم. كبيتهم وتعرفت وعشت مع اهم ناس بهالكرة الارضية. خلص منن احسن مني. احترم نفسك. يلي موجود في إيه؟ موجود فيك، ما أنا إلا بشر مثلكم، والمسيح قال لا إيمانك شفيك، لا أنا ولا بي، أنا أتيت لأنك أنت مسيح آخر، بس ما احترمنا حالنا، بنحترم شو بتقول عنا الناس، لازم يكون عنا لقب الدكتور والدكتورة، وشو بتطلع وشو بتعمل وبيتك وفولة وبتشوفي ملا فيلا لو بتشوف، كله كبيته، ما بقى لجلدتكم كلمة تفه تكريم لإلكم، تفه تكريم. بشوفوا حالهم دائما. شلون؟ ماشي منقدم زهرة مثل هيك. إلى كل إنسان، ما بده أي إنسان تاني. نيال اللي عنده صديق لحد هلأ، نحن اثنين بلبنان، واحد بالأردن، واحد سوري بدبي، وقليل ما منطلع عشرة بهالكذا مليار عربي مسلم. ومشو ما كنت لو نحن في عشر أشخاص أو 12 15 ما بدنا ميل، عندنا كل شيء تيكون عندنا المدينة الفاضلة. بدنا نعيش بمدينة وعم بيفتش ويعملها ما فيها ميل، ما فيها شهرة، ما فيها بهرة. أهلا وسهلا فيكم. كل واحد بيفكر إنه بده يتعرف على نفسه بقى. خلصنا بقى من كل هالمظاهر. اللهم عجل بالدمار الشامل. هلأ وقت السكوت وقعدة بالبيوت نطبق هالتن. مين بيستاهل؟ ماشي. فإنه نسمع كل واحد. هاي كلها أدلة، هاي كلها أدلة. نشوف هالحكي يلي سمعناه هل بنطبق على العرب يلي موجودين؟ نعم 99.99. نحن هلا قاعدين هون وبرا، اذا بتشوفوا شو في على الطرقات ان شاء الله بيكون في صريخكم وحفرات وكسرات واللي بدكم اياها، رح نضل نحكي. في عنا انترنت بتقعدوا على بيت الله وانا بحكي ببيتي وبحكي نحط على الموقع الاشياء اللي ما فيني اقولها هون. بس هذه شغلتهم، كلب عم بيعوي، شو بنعوي نحن؟ اتركوا يعوي. الحقيقه لما نحط ايدينا بايدين بعض نحترم بعض ونقدر الارض اللي واقفين عليها. في مثل كتير حلو أظن أصله تركي المثل، بقول لك ما بيصير يعني أنت شو بقول لك، ما بيصير واحد يأكل ويشخ المثل، بقول لك ما بيصير الواحد يشخ بنفس الصحن اللي بيأكل فيه. طبعاً بقول لك أنت عم تأكل بهالصحن، عم بتعيش من هالأرض، تروح بتعمل عليها كمان، بتكب عليها وسخ. شو هال بقول لك أدنس ناس أوسخ ناس اللي بيعملوا هيك، يلي بيشخ بنفس الصحن يلي عم بيأكل منه. ما قال امبارح واحد عنده جنينة، قال في مثل حلو كتير، إذا بتحب أمك الأرض بس تكون تحتها هي بتحبك أكثر. كل ما حبيتني بتقول له أنا الشجرة، وكل ما حبيت النجوم والقمر وكله. كيف باسم بمن اهتديتم قالون. كيف باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الطائفية صفينا عم ندمر الأرض اللي إحنا عايشين عليها؟ نكسر الأزاز يلي يعني إيش عم بتبزع وش أمك كل الوقت. المهم هل هالسمات الشخصية اللي شفناها وحكينا في الموضوع كتير يلي هي اساسها بكون الطفل لحد عمر 5 سنين شو كيف تبرمج؟ شو لقط هالمعلومات؟ اذا لقط انه ما عندك شخصيه، لقط انه لازم يكون عندك طائفيه، هذا منيح منيح وهدول كفار، اذا زرعوا فيه هالاكم سم، هيك الماسونيه وهيك الصهيونيه برمجت البشر عبر التاريخ، اذا زرعوا فيك هالاكم سم بيضمنوا 100% انه هالسمات الشخصيه موجوده عنده، وهدول الاشخاص هم الاشخاص يلي بيروحوا على الحرب. الشخص المبسوط ما بيروح على الحرب، المبسوط بزهر بحط شجر ببني بزبط. الشخص اللي عنده هذا الكبت وهذا الغضب وبيقنع نفسه وبيعمل بيعمل شيء منيح بده يطلع على الجنه وينكح الحوريات. Children of the future. يا الله في كتاب هلا لروشو جديد نزلوه عن الاطفال. شو الاطفال؟ وين عم بيروحوا؟ اي مدرسه؟ مع مين عم بيتعلموا؟ Children of the future. ويليام رايخ يا حبيبي على ويليام رايخ، ما فيني لكم الاورجون بوكس ما تشتروها ب 5000 و 10000 دولار و 100000 دولار، عيب عليكم. فيكم تعملوها بطانيه زي الحرام. كيف هي؟ سهله كثير، هلا انا بدال ما اتكلف واعملها مثلا كبوكس وانام عليه واقعد جواته، لانه البوكس طبعا لما يكون كبير مكلف. بجيب حرام او غطا حرام شو مكان من القطن يكون حريمات الحرام، بتعرف الحرام بينباع غطا مرات، انه بكون انه مش إيه؟ بكون الغطا يلي بتحط جواته البطانه. إيه؟ فانه بجيب الغطا هذا، وهلا الاورجون عارفين النقطه بدي طبقه معدن طبقه قطن، طبقه معدن طبقه قطن احطهم، والمعدن يكون لجهتي والقطن لبرا.
فشو بيعملوا؟ لو كانت يعني قبل المعدن طبقة قطن كتير رفيعة مو مشكلة، لأنه المهم إن تكون طبقة المعدن أكتر منها حتى يصير طاقة باتجاهي جاي. فبجيب هالحرام هالبطانة وبحط طبقة معدن. شو أسهل شيء؟ شو الشغلات المتوفرة حوالينا؟ الألمنيوم ممنوع نستعمله، فينا نستعمل خدعة حلوة، ليفت الجلي، مش ليفت الجلي، سلكة الجلي. إيه؟ السلكة اللي بيستعملوها لتنظيف الطناجر. إيه؟ لونها خضراء. بتكون لونها جراي سكني. سكني لأنها معمولة رمادي، لأنها معمولة من الحديد. رخيص كتير، بجيب كمية كبيرة وبفرشها جنب بعض بطريقة مناسبة، بقصها إذا كانت كبيرة، إذا كانت رول أحسن شيء أسهل شيء، بجيب الشيء المناسب بفرشها، بحط فوقها طبقة قطن، ممكن حرام رفيع كتير يكون طبقة قطن، بعدين بحط طبقة تانية من السلكة، بعدين برجع بحط قطن، بكفي. يعني فيني أعمل كمان واحدة سلكة وكمان واحدة قطن، طبقتين ثلاثة قد ما بقدر أدفع، يعني مو مشكلة. الحديد لجهتي والقطن للجهة الثانية، فبتصير الطاقة اتجاهها هيك، بجمع القطن لانه اورجانيك وبيعكس المعدن بهالاتجاه. بس طبعا بدنا نقرا كتاب، في كتاب على ايت الله اسمه ذا اورجان اكيميليتر هاند بوك. هذا الكتاب بفرجي يعني كل التفاصيل، انه كيف فيك تحط الاورجون بغرفه مثلا، اذا احسن شيء تكون مثلا من خشب، اذا ما في من خشب اعملها بالبرندا حتى ما يكون في حيط موجود فوقيك، لانه الحيط فيه حديد كتير بتاثر على العمل. ممنوع اذا كان في ضوء نيون، ممنوع اذا كان في تلفزيون مضوي، لانه كلها بتجيب طاقه سلبيه. في كثير من امراض الاورجون بوكس جربتها انا بالبيت، عندي ولد مشلول حطيته بحضني وقعدت، بعدين دفش الباب هيك وطلع مشي، قالت لي امه انت شيطان انت شيطان، وقع الصبي طاقه حياه. يا هلا بنحكي بتمرينات كمان خاصه فيها. هذا الكتاب بايو انرجيتكس، هذا الكتاب تلميذ رايخ دخيلكم، هذا ويليام رايخ، يعني عيب علينا كيف قتلنا وش عملنا فيه، وهيك عملنا بكل العلماء. رايخ طبعا حط كل الاساس وحط تمارين كثيره، وتلاميذه عملوا علم بعديه. هذا اظن يمكن هذا هو الاساس، ويليام رايخ، كلكم حطوا هالاسم وشوفوا شو عمل وشو ترك للعالم. عملوا علم بناء عليه، انه كيف انت، ما هي شو الهدف في الموضوع؟ قلنا الطفل هذا، الطفل يلي عمره 5 سنين كان قبل ما يتبرمج كان طبيعي. شو معنى طبيعي؟ يعني طاقته بتمشي في الجسم بشكل طبيعي، عم تمشي في الجسم كله، عم تدخل في كل خليه. إذا عنده أي شيء بيعبر جسدياً، بإمكانه يعبر جسدياً، منطلق يعني إنه في انطلاق جسدي، إنه بيقدر يعبر بشكل كامل. طبيعي يعني. بعد البرمجة عم بيلعب وبياكل وبيشرب وبينام هيك، مش مدرسة وأستاذ و بالضبط، بعد البرمجة شو بيصير هذا الطفل؟ حركته الجسدية قليلة، منطوية على نفسها، وتعبيره بس من خلال العقل والمنطق والحكي. ما عاد في تعبير جسدي موجود. بنلهي بثيابه وبالصرامل وبالشرطيط وهلا بهاللعب وهالأشياء وخلص صار بده يكون الحق بيه. هلا بناء على هذا الكلام، بناء على شغل رايخ واللي اشتغلوا مع الكسندر لوين وباي انرجيتكس وهيك، بناء على هذا الكلام، شو اللي صار اصلا؟ الطاقه كانت تمشي لكل الجسد، التعبير جسدي كامل، ما في اي كبت لهالطاقه، عم تمشي بشكل طبيعي. حلو، بعد ما انكبت بقول لك الطاقه بطلت تمشي بكل الجسد، حتى لدرجه انها صارت توصل بس لهون، يا دوب ما بتنزل لتحت، يا دوب توصل لهون. فليش شخوص الدين دائما بنلاحظهم جسديا ريستريكتد، ما في تعبير جسدي، دائما هيك، حتى طريقه العبط وطريقه التقبيل، ودائما بنلاحظ الصوت بيطلع من المناخير، السلام عليكم اخي في الله كيف حالك. ليش؟ الطاقه ما بتنزل لتحت، عالقه، خلص عالقه، صار بتقول لك توصل لهون، يا دوب تنزل وخلص، صارت فوق، ما بقى في تنفس، نفسه من هون صار، نفسه من هون ولا هذا اللي عم بيصير. وهم بيشتغلوها بطريقه ما عندهم حياء، ما في لا حياء في الدين بهذا المنطلق طبعا، انه بقول لك انت طاقتك لازم لما تاخذ النفس لازم يتحرك مسار الطاقه من فوق لتحت. الناس اللي بيجوا بكون هيك مسكرين على بعض، بقول لهم تعالوا خذ النفس، اوكي، وشو بيعملوا؟ وين النقطه اللي صار عندهم الشد هذا؟ دائما اي واحد صار في عنده كبت للابداع او كبت للشخصيه او كذا وهيك، بيصير في شد معين بالجسم لهالسبب، الجسم بيتغير ترتيبه او بيشد الكتف او مش عارف شو، بيصير شغله معين. فوين النقطه؟ بقول لك بدك تفك هالشد العضلي اللي موجود، بقول له تعال اعمل هيك، افتح تمك هيك، خذ النفس، خلي النفس يدخل، وبده النفس تاعك يلمس الاعضاء التناسليه، لانه احنا تربينا بشكل صار الكبت، اوكي، ما عم نقول حدا يعمل اي شيء خارج عن الطبيعه وخارج عن الفطره، لانه التفسيرات الغلط الله يعيننا على اللي موجود، قال له لكن شوي وتنفس، ما بدك غيره، بدها الطاقه هالنفس يمشي بجسدك، ولانه احنا الكبت عملنا كبت خرافي في هالمنطقه، بدك تحس النفس عم يوصل لتحت، اول شيء بتحسه يا دوب، بعدين بتحسه صار، بعدين بتحس النفس صار يمشي يطلع، خلص، انه زي اللي هي نفسها طاقه الحياه صارت تمشي وتطلع وتنزل بشكل طبيعي. ببلشوا يعملوا لهم تمارين، بقول لك خذ النفس، خليت النفس يوصل، صار يطلع من تحت، حلو،
بنطوا معهم للمرحلة الثانية. وطبعا في تمارين كثير، بس انا عم نحكي على المختصر للشغلات هاي. بعدين مثل ما عمل اوشا بالدايناميك، دايناميك مديتيشن بيصيروا يعبروا يعبروا، بعدين في حركه بيصير يعملوها الهو هو هو، يلي بيشوفها او بيقراها او بينفذها غالب الناس ما بيعملوها صح او مو عارفين هي من وين جايه. اوشو في مرحله، اوشو في كتبه موجوده بقول يا جماعه اقراوا ويلهلم رايخ، لانه هو يلي حيحل مشاكل البشر كلياتها. الدايناميك مديتيشن عملها بعد ما قرا لويلهلم رايخ من هون جايه. ف الهو هاي شو هي الهو؟ بقول لك وقف، اي واحد يوقف بدون ما يرفع ايديه او شيء، شو ما كان وقف مكانك وبلش اعمل هو هو وانت واقف هيك كثير قوية هي، وانت واقف كل ما تحكي هو هو اخبط حالك بالارض هيك مثل ما اهلنا هو انه عم بكسروا حطب هو عم كسر حش هو 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 بتطلع الطاقة. بالضبط. لاحظوا اول ما يبلش الواحد يعملها بتكون الصوت عم يطلع، ما عم يطلع من تحت، بكون مخنوق كثير هو، بتكون مثلا هو 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 مخنوقة. بعدين لما يصير يخبط بالارض بقول لك بدك تطلع الصوت من تحت، برضه بيركزوا على موضوع الاعضاء التناسلية اللي بقول لك، لانه الطاقه بدت من تحت لفوق تطلع، هي طاقه الحياه هاي اللي موجوده، واحنا بجهل نكرتنا الموضوع. وبرضه يعني الله يعيننا على الجهل، لانه الحمد لله كلنا وكل اصحابنا وكل كذا هيك محافظين اخلاقنا. لو تشوف الاخلاق اللي موجوده ما بنقبل شيء بالهذا، ما بنقبل بلا ما يكون كذا وهيك، يعني الاخلاق كثير عاليه. موضوع الكبت الجنسي، موضوع الكبت الجنسي للاسف تشوه بشكل يلي هي تشويه الطاقه، تشويه طاقه. نعم. الابداع، تشويه طاقه الانطلاق يلي موجوده عند الناس. من هالكبت اجى الفلت، من كفي كل نهار جمعه وبكفي انكم تتنفسوا واجريكم اثنينهم على الارض يكونوا بالتراب، يعني هيك مشان هيك الناقه قال لنقيني ورقيني. بشكركم.